برافو عليك يا دوحة، انت بجد كنت هايلة بجد بجد يا سليمان بيه. طبعا. وعارفة اكتر حاجة فيك عجباني ايه؟ انك ما بتخافيش ابدا من الكاميرا. بس بقولك ايه، ده النجوم دول طلعوا هيبة بجد، صدق من قال عليهم نجوم. تحبي تمثلي يا دوحة؟ بجد يا ريت يا ريت يا سليمان بيه. خلاص هتمثلي ان شاء الله هتمثلي، بس في الاول لازم تاخدي دروس تمثيل. هو كل حاجة دروس دروس دروس؟ طبعا. هو انت ممكن تنزلي تعومي في البحر من غير ما تتعلمي عوم تغرقي. عمري ما هغرق ابدا عشان انت جنبي كده. طيب يا ستي، ايه رايك بقى نروح ناكل عشان عصافير بطني بتزقزق وهموت من الجوع. وانا كمان جعان على الاخر. مالك يا جمالات، قلقانة على ايه؟ قلقانة قوي على تحية كاريوكا. ليكي حق، كاريوكا تستاهل اني يتقلق عليها. هو ايه اصله ده؟ بقت حلوة جميلة ومشهورة ولسه. الله هو اكبر، معكش يا اخويا 5 جنيه فكة ولا حتى 10 خمستين؟ بلدي قوي يا جمالات، ليكي حق تخافي عليها، لكن انا عينيا مش بتحسد. امال عينيك بتعمل ليه؟ عينيا بتشوف الحلوين بس يا جمالات. روحي حبيبي غني في حته تانية، الا سي فريد الاطرش واجع دماغنا ليل ونهار في البنسيون. انا لا لي دعوه بفريد ولا لي دعوه بالبنسيون، انا بغني على صاحبتك كاريوكا. بس صاحبتي كاريوكا ملهاش في الغنى. امال ليها في ايه يا جمالات؟ في الرقص. نقص وماله، مفيش احلى من الرقص. والله لو رقصت لها على الحب. دوحة مش منهم، دوحة بنت جد وجدعة وملهاش في اللوعة. أنا عارفة بس البت دي راحت فين؟ يا خبر أبيض يا خبر أبيض. واضح إنك بتحب الطربوش ده قوي يا سليمان بيه. مش الطربوش ده بس، أنا بحب الطرابيش كلها يا دوحة. الله، ده أنت طلعت بتعز الطرابيش بجد. طبعًا. انت عارف ان الطرابيش كانت مره هتعمل ازمه دبلوماسيه بين بلدين؟ ازمه دبلوماسيه حته واحده؟ انت بتتكلم جد؟ مال، كانت هتعمل ازمه دبلوماسيه بين مصر وتركيا. طب ازاي؟ انا اقول لك ازاي يا ستي. مصطفى كمال اتاتورك، مصطفى كمال اتاتورك ده اثناء الثوره التركيه كان قائد قوي جدا وحازم، وكان عايز يطور تركيا ويخليها بلد متقدم وجزء من اوروبا ويلغي كل الماضي بتاعها، لدرجه انه حول الحروف التركي من اللغه العربيه الى اللغه اللاتينيه. ايوه، بس ايه علاقة ده بالطربوش؟ كمال اتاتورك ده امر بان محدش في تركيا ابدا يلبس طربوش، مش كده وبس، امر باعدام اي حد يلبس طربوش جوه الاراضي التركية. وفي يوم كان في حفلة دبلوماسية حضرها سفراء من كل بلاد العالم. كل السفراء وهم داخلين سابوا البرانيط بتاعتهم بره الا السفير المصري. طبعا كان لابس الطربوش. سفيرنا ده كان اسمه عبد الملك باشا حمزة. اتاتورك لما شافه لابس الطربوش راح له وامره وقال له اقلع طربوش اقلع طربوش. انت عارفه المخ التركي بقى. طبعا سافرنا احرج جدا، فضل مستني شويه كده، بعدها بدقايق انسحب هو الوفد المصري كله من الحفله. عندهم حق، قليل الذوق قوي اتاتورك ده. يوه، دي كانت ازمه كبيره قوي خالص، بالرغم من اعتذار وزاره الخارجيه التركي لسفيرنا المصري. طبعا، ما هو كمان كله الا جرح الكرامه، وخصوصا كرامه المصريين. طب كولي كولي بقى، انا لبختك على الاكل. والنبي شبع. لا، الكلام ده ما يخلش عليا. انت يا اما هتاكلي الاكل ده كله وتمسحي الاطباق، يا اما انت اللي هتدفعي الفاتوره. 15 جنيه حته واحده؟ ما هي برضه فيلا يا توحه، اسمك ساكنه فيلا. ياه، هي فشخره وخلاص، البنت عايزه تتلم هي وامها ان شاء الله حتى في اوضه. جمالات عندها حق يا تيتي، ده انا مرتبي كله 30 جنيه، يعني كده نصهم هيبقى ضايع في الايجار، هاكل واشرب والبس انا وامي ازاي بس؟ هتتدبر ان شاء الله يا توحه. قولي لي الفيلا دي فين؟ في الدقي في شارع رشوان. فاضية؟ لا يا اختي، هيدوالك بفرشاه ان شاء الله. انا هتوكل على الله وهاخدها، يمكن يكون وشها حلو عليا ونتلم انا وامي بقى. انت مرتاحة يا طوحة لموضوع الفيلا ده؟ هعمل ايه بس؟ مفيش قدامي غيرها. غالية غالية قوي. ربنا ان شاء الله هيدبرها. هي رقصة في السيما من هنا على نمرة هناك، وربنا ما بينساش حد. مع
ميعادنا بكره بعد الظهر، تدفعي الفلوس وتستلمي المفاتيح. والله هتسكني في فيلا يا بنتي يا دوحه. سيبيني بقى بالوكسه السوداء اللي انا فيها بقى. وكسه ايه يا اختي كف الله الشر؟ يعني انت عايزاني ابعد اجيب امي من البلد وفي الاخر انيمها جنبي على البلاط؟ صحيح، دي لازم يجي فيها كده كام حاجه تزوم المعيش، دي تمن اوض يا دوحه. مش عارفه اعمل ايه، ده انا يا دوب اللي هيفيد معايا بعد ما ادفع ايجار البيت ما يكفيش حتى تمن سرير. فل قوي. وانتي يا اختي هتحتاجي ايه انتي وامك غير سرير؟ وانا يا ستي معايا كام طبعه على كام حله هدهم. وانا معايا قرشين محوشاهم هجيب لك كرسيين وترابيزه. وعندي انا الطعم مع الجديد. البنات جم؟ بيغيروا في اوضتهم. توحى معاهم؟ لا في اوضتها. طب انا رايحه لها. توحى، هو في زي التوحه دي؟ ادخل. جبت لك طقمين ملايات للسرير الجديد انما عسل. عسل زيك، ربنا يخليك ليا يا مدام. وكمان مرتبك زاد 10 جنيه. حبيبتي يا مدام بديعه. حبيبتي يا توحه. حبيبة قلبي. احنا كده اتفقنا على كل اللي عايزين نجيبه، نروح لبيروية بقى نطمن عليها، واحنا راجعين ناخد الحاجة معانا. ومانا واخويا. بس قبل ما ندخل عليها نجيب لها بقى معانا كده كيس فاكهه. طبعا. خطوه عزيزه، والله ما كان في داعي تتعبوا نفسكم كده. عامله ايه يا بنتي؟ انا قصدك في خدمه. تحت امرك يا بدويه. انا خدت سكن جديد لوحدي. مبروك مبروك عليكي يا بنتي. عاوزه امي. هروح مصر لبنتي هشوف تحيه واعيش معاها. مبروك عليكي لمتك ببنتك يا فاطمه. انا مش مصدقه نفسي بجد يا عم عامر. مستنيانا انا وانتي بكره. وبكره ليه؟ ما نروح الليله. استهدي بالله يا فاطمه، من هنا لبكره قريب. لسه هستنى لبكره. ايه اللي خلاكي تستني السنين دي كلها؟ مش قادره تصبري على يوم؟ وحشاني قوي يا اختي، وحشاني قوي والله. بكره الصبح اخلص مصلحه في الاسماعيليه، وبعد العصر ان شاء الله هعدي عليكي اخدك ونتوكل على الله على طول. وبالليل هتباتي في حضن بنتك. يا رب، والنبي يا رب بكره يجي بسرعه. شغلي نفسك حبه قوم يا بنت يا جمالات. حاضر يا اختي. يا باشا اهو يا اختي، امك جايه بالليل واحنا لسه الصبح، حرام عليكي. انا مش قادره اصدق اني خلاص هشوف امي. ان شاء الله يا حبيبتي هتشوفيها على خير باذن الله. اسمعي يا جوجو، انا هطلع على كباريه وهسيب لك واحد بره هنا على الباب، اول ما امي تيجي ابعتي ناديني على طول. ياه انا فرحانه قوي. هو احنا مش المفروض نروح نزور عمتي بدويه؟ نروح لها فين؟ في مصر في بيت جوزها. ما احنا ما نعرفش هي ساكنه فين. اكيد امها تعرف. امها ما جابتش سيره انها رايحه لها، وعمرها ما قالت لنا البت دي ساكنه فين. هو في كل الاحوال لازم نعرف عنوان بيتها ونروح نزورها. كلك واجب يا عثمان. سبحان الله. في ايه يا عمتي؟ فرحانة بيك يا ولد. صحيح، يخلق من ظهر الفاسد عالم. ولا عالم ولا حاجة. الله يسامحه بقى أبويا، ياما عذب بدوية. أول نبي، البت دي ياما شافت من أبوك. وحشاني أوي. وحشاني أنا كمان. أصلها نخشى المضروب. يبقى زي ما قلت لك، لازم نروح نزورها. هدي نفسك يا توحة، مش كده؟ وحشاني وحشاني قوي. انا حاسه ان الدقايق بتعدي عليا كانها سنين يا تيتي. ان شاء الله هتوصل بالسلامة. ايه الاخبار يا توحة، وصلت؟ لسه برضو ما وصلتش. استناني يا ابني لحظة. يعني انا بنتي موجودة جوه دلوقتي؟ هو ده العنوان. يلا بقى عشان الحق ارجع الاسماعيليه. الوالده وصلت يا ست تحيه. نمرتك يا كريم. Thank you.
بقول لك ايه؟ السواق واقف مستنيكي تحت، خليه يوصلك ويرجع لي تاني. قبل ما اشوفك بعد الشهر صدقت اني لقيتك. ربنا يخليكي ليا يا ضمايا، ما يحرمنيش منك ابدا. مرتاح يا ماما؟ هجهز لك العشاء حالي. لا يا حبيبتي، ده انت اللي ترتاحي يا قلبي، وانا اللي هقوم احضر لك كل حاجه بايديا. ولا انا ولا انت، الست بديعه عملت لي العربيه اكل. الست بديعه دي صاحبه الشغل، دي الست بديعه مصابني، فنانه كبيره قوي وستها جايب بلاد بره. سمعت عنها، بتحبيني قوي وبتعملني زي بنتها. ربنا يحبب فيكي خلقه يا بنو. طب يلا بقى ياما، قومي نتعشى وناكل لقمه مع بعض، نفتح نفس بعض زي زمان. يلا يا جمالات عشان نتعشى. جمالات كله انتوا يا حبيبتي، مش عايزه اكل. يعني ايه مش عايزه تاكلي؟ دي سندوتشات كفته من اللي انت بتحبيها. بجد مش عايزه اكل، ماليش نفس. اللقمه معاكي ليها طعم يا تحيه. كلي يوم، كلي وتهني، كلي يا حبيبتي. ماليش حبايب غيرك يا حبيبتي، الدنيا كانت سودة في عينيا وانتي بعيده عني، وانا الدنيا كلها كانت اسود واسود. كنت حاساها يا ضنايا، كنت بتقطع علشانك. عارفه يما اكتر حاجه كانت بتتعبني ايه؟ ايه؟ اني كنت بعيدة عن حضنك. كنت وحشاني قوي يا ام تحية. بقول لك ايه؟ انت هتعيشي معايا هنا. عمري ما هسيبك، مش هسيبك تاني ابدا، معاكي لاخر عمري. كلي كلي واشبعي. انا شبعت من اول ما عرفت طريقك، وحالي الزاد في بقي من اول ما شفتك يا تحية. اخبار اسماعيليه والمنزله ايه؟ بيقولوا عليا ايه يما؟ اللي بيحصل كتير واللي بيتقال ياما. طب احكي لي. النبي تحكي لي ورحمة أبويا، رحمة أبويا تقولي لي كل حاجة، عايزة أعرف كل حاجة. ما انت شايفه يا حبيبتي بنضف. وليه بس تتعبي نفسك؟ يا حبيبتي ولا تعب ولا حاجه. تعالي تعالي يا ست الكل. في ايه بس يا تحيه؟ اقعدي بس يا حبيبتي، تعالي اقعدي.
ارتاحي، انا مش عايزاكي تتعبي نفسك ابدا. ثواني وهروح اعمل لك الفطار واكل. استني بس، الفطار جاهز من بدري ومستنيكي. يوه، لحقتي تعملي كل ده انت بس يا ست الكل؟ يا حبيبتي انا متعوده اصحى بدري اصلي الفجر وبعدين اخلص اللي ورايا من شغل البيت. انت تيجي هنا عشان تعيشي معايا تتهني واحنا كلنا نخدمك، اوعي تتعبي نفسك. هو انا افديك الساعه لما تعبلك يا تحيه؟ عقبال ما تعبلك انفرحك يا ضنايا. في حياتك يما. تسلمي يا حبيبتي. لكن ليه البيت الكبير ده يا تحيه؟ مش مهم انه كبير، المهم انه يساعنا احنا الاثنين. بقي ساعي منزله بحالها. تلاقيكي بقى بتسعي في شيء وشويات. اهو ربك بيدبرها. مبسوطه في شغلك يا تحيه؟ يا خبر، ده انا نسيت حاجه مهمه قوي. في ايه يما خير؟ في واحد يا حبيبتي جه هنا وقال لي المدام عايزاكي عشان عندك بروفه. ايه بروفه ايه بس؟ هو ده وقته؟ يعني ايه بروفه يا تحيه؟ اهو تدريبات على الغنى والرقص. طب وانت مالك يا حبيبتي ومال البروفه دي؟ مش انت بتقطعي تذاكر بس؟ اه، ما انا لازم ابقى حاضره كل صغيره وكبيره يما. بصوا بقى، احنا هنفتح شغل جديد للفرقه. فين يا مدام؟ انا خدت المسرح اللي ورا الصاله بتاعتنا في عماد الدين. هنقدم فيها كل ليله بروجرام جديد زي البروجرام اللي بنقدمه هنا في الصاله بتاعتنا. يبقى احنا بقى كده هنرجع جنب صاله بديع في عماد الدين. مظبوط كده. وهنظبط الشغل ما بين هنا وهناك، يعني هنقطع نفسنا يا مدام. تظبيط الشغل ده مسؤوليتي انا. وبعدين يا لمضه، انت هتعملي ايه اكتر من اللي انت بتعمليه؟ الرقصه اللي هتقدميها هنا هتقدميها هناك. ها، يبقى احنا بقى اللي هيطلع عين ابونا ان شاء الله. اتلمي يا بنت. هو كل حاجه هتكون مترتبه، يعني مفيش اي مشاكل هتحصل ان شاء الله. اهم حاجه الانضباط. الانضباط. ايوه الانضباط. ويلا بقى علشان نجهز، عشان عندنا بروفا. يلا 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 يا اختي انت وهي، يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، يلا 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 عشان نشتغل ورانا شغل. يلا. شوف يا ستي، توجو مزراحي بيحضر لفيلم اسمه ليلة ممطرة، وانا رشحتك في الفيلم ده عشان تمثلي فيه، وهو يبقى تدريب عملي لغاية ما تبقي انت نجمة افلامك. الله، معقولة؟ انا مش مصدقة ودنيا بيه. قولي لي انك هتستمري في دروس التمثيل لغاية ما تبقي نجمة سينمائية كبيرة. ان شاء الله هحقق كل اللي بحلم بيه طول ما انت جنبي يا بيه. وان شاء الله في يوم من الايام الناس في الشارع هتشاور عليك وتقول اهي دي اعظم ممثله استعراضيه في تاريخ السينما المصريه، كاريوكا. يبقى انا لازم استعد لليوم ده من دلوقتي، وخصوصا اني بدات اتعرف زي ما انت بتقول. الله، وزعلانه قوي كده ليه؟ احسن طريقه تستعدي بيها لليوم ده انك تتمرني تمثيل كويس لغايه ما تبقي ممثله عظيمه. انا قصدي الاستعداد اللي هيبقى جوه البيت. امي لحد دلوقتي ما تعرفش اني بشتغل رقاصه. ما هي لازم هيجي لها يوم وتعرف يا توح. خايفه من اليوم ده قوي يا مدام. يبقى تقولي لها احسن. انا كمان مش عارفه هتفهم شغلتي ازاي. بس مهما كان رد فعلها، تعرف منك انت احسن ما تعرف من غيرك. سليمان بنجيب قال لي كده برضه. مفيش حل تاني الا اذا كنت ناويه بقى تعتزلي الفن وتروحي معاها البلد. ايه؟ اروح معاها البلد تاني؟ اسيب شغلي؟ ده كل مستقبلي يا مدام. انا بحب الفن قوي. ده انا ما صدقت اني اتقدمت خطوه، هرجع تاني البلد. يبقى لازم تكملي يا كاريوكا. امك بتحبك وهتغفر لك الكلمه دي. انا عمري ما عملت حاجه غلط. انا عارفه. نظرة المجتمع المتخلف هي اللي بتبص لنا على إن إحنا غلط. الفن والفنانين يا توحة هنا متهانين قوي قوي. قولي لأمك الحقيقة وما تخافيش من حاجة. إحنا أنت شايفة كده يا مدام؟ ومفيش غير كده. إيه؟ رقاصة؟ فنانة ياما، فنانة. فنانة إيه وهباب إيه؟ تشتغلي رقاصة يا تحية؟ يا مصيبتي يا مصيبتي. اسم الله عليكي بس من المصايب. ده الفن ده شيء جميل راقي ومحترم ياما. ولا محترم ايه؟ انت خليتي فيه احترام. بقى تحيه بنت المعلم علي النداني تشتغل رقاصه. طب قولي للناس ايه؟ اقول لهم ايه؟ قولي لهم بنتي فنانه. انا مش غزيه في الموالد ياما، انا برقص في فرقه من اكبر فرق مصر. فرقه الست بديعه مصابني. انت مش بتقوليش على المسرح. عارفه لما برقص كده ورجلي تدب تقولي يا ارض تهدي معاكي قدي. يا خيرة الارض تشحي وتبلعلي دلوقتي وتداري كسفتي وهتسدي. رقاصة يا بنت بطني؟ رقاصة؟ أنا كان قلبي حاسس
كان قلبي حاسس. يا ريتني ما عرفت طريقك، يا ريتني ما خلفتك اصلا. ابوس ايدك، ابوس ايدك اسمعيني، انا الطريق ده ما اخترتوش، مشيت غصب عني، اتبهدلت وتعبت وشيت، حتى ما بقى لي اسم وسعر في السوق. سعر ايه واسم ايه؟ دي شغلانه كل فلوسها حرام. لا لا ياما، بنتك عمرها ما مشيت في الحرام، بنتك عمرها ما تعرف سكة الحرام، بنتك بميت راجل. والله العظيم يا ماما، ورحمة أبويا في نومته شعري ده ما اتفرد على كتف راجل ولا هيتفرد على كتف راجل غير في الحلال. ياما الشغلانة دي بعرفها كتير وناسها كبار قوي بيساعدوني كده لوجه الله. واطمني اطمني ياما، كل اللي انا وصلت له ده بمجهودي وعرقي وشقايا. عرقك وسخ وريحته شينة. بتذبحيني بسكينة تلمة ليه بس ياما؟ بيني وبينك ربنا، تحرمي عليا اليوم الدين. ياما ما تقوليش كده، بوس ايدك عشان خاطري. انا هستحمل لحد طلوع الفجر وهاخد بعضي وارجع المنزل. انا ما بقاليش مكان هنا خلاص. لو سبتيني ياما هموت. لا هيسألني عندك، هقول لهم تحية ماتت. بنتي ماتت. ياما عشان خاطري لازم تفهميني كويس، انا عمري ما عملت حاجه غلط. بيني وبينك طلوع الفجر وهاخد بعضي وامشي، واوعي اوعي تفتكريني، انسي ان ليكي ام. فاهمه؟ طب اطلعي نامي دلوقتي والصباح رباح. فرشتك ما بقتش تساعدني بتاعت مصر، انا خلاص هفضل مكاني هنا لطلوع النهار وهمشي. يعني اقول عليك تمشي وتسيبيني؟ اسيبك؟ ده انت نفسك سبتي نفسك يا بدويه. من يوم صعبان عليا قوي ان ربنا ما يجمعناش سوا في الاخره. ليه بس يا ماما بتقولي كده؟ حتى ربنا في قلوب، وانت عارفه ان انا قلبي طيب قد ايه. يا ماما انا ما عملتش حاجه غلط، انا غويت الفن، الفن مش حرام. طب انا راضيه ذمتك في حد يقدر يتكلم على ست ام كلثوم ويجيب سيرتها بحاجه وحشه؟ ولا مدام بديع؟ ولا حتى شفيقه القطيه؟ يوم ده الملوك بيحبوهم وبيصاحبوهم وبيقربوا منهم. مالنا احنا بس ومال السكه دي يا بنتي؟ نصيبي مش بايدي، لازم اكمل فيه. والحمد لله انا خلاص اشتغلت في السينما، بقيت معروفه كده على قدي. لكن ان شاء الله انت كمان بكره تتشرفي بيا. انا ضحكت على نفسي بعد الناس في المنزله وقلت لهم انك اتجوزتي في مصر عشان احمي سيرتك وشرفك. الحمد لله سيرتي وشرفي بتصنع. ازاي بس وانتي بتشتغلي رقاصه؟ فنانه ياما، انا فنانه. بقولك اشتغلت في السينما، يعني ان شاء الله لما ابقى نجمه وكبيره ومشهوره قد الدنيا اللي عنده كلمه هيبلعها. ياما انا مشيت مشوار
وفي نجاح طعمه حلو. مشوار ايه بس البعيد ده؟ ده انا ما صدقت لقيتك. مش هتسيبيني تاني يا امه، مش هتسيبيني تاني. انا كمان ما صدقت لقيتك يا متحية. عايزاكي تكوني لي سند يا امه، مش عايزه الغربة يكون جنبي وانتي لا. بكره تتشرفي بيا. عارفه يا اما، اول مره في حياتي انام وغمض عيني وانا مش خايفه ومرعوبه. لما خدتيني في حضنك حسيت بالامان. وحياتي عندك يا اما، ورحمه ابويا تحرمني من حضنك دي. سليمان بيه، اما انك امرك غريب قوي خالص يا اخي. انت هتفضل طول عمرك قلقان كده ولا تكونش قلقان على الروايه الجديده بتاعتك؟ مش قلقان على الروايه، قلقان على كل حاجه يا استاذ. ليه بس؟ الدنيا على اعتاب حرب عالميه ثانيه، ومش عارف الطياره هياخدنا لحد فين. طب واحنا مالنا ومال الحرب بقى؟ خلينا فنينا وبس. والفن اكيد هيتاثر باللي هيحصل حوالينا. وليه ما تقولش بس ان التاثير ده هيكون ايجابي؟ يعني مواضيع جديدة، أفكار جريئة، فلوس من هنا ومن هناك، إقبال أكتر على الترفيه، باختصار هيحصل رواج يا صديقي. أشك يا أستاذ. ليه بس؟ ليه التشاؤم ده؟ عموما بكرة تشوف، ركز أنت في شغلك وسيبك من مواضيع الحرب والكلام الفاضي اللي أنت بتقوله ده. حرب الفن اللي بيننا بقت أكبر وأخطر. آه، في دي بقى أنت عندك حق. بديعة بدأت على تقيل، أجرت مسرح جنب الصالة وهتبدأ عروض من بكرة. وماله؟ ست شجاع مش مترددة زي بعض الناس. هتروح لافتتاح بكرة؟ طبعا يا حضرتك، أنا معزوم. البديعة ولا كاريوكا؟ من الاثنين. تيجي معايا؟ لا يا عم، هكتفي بثبت ورد من بعيد لبعيد كده. إيه الأخبار جمالات؟ غرقانين في الورد من الصبح، أدباء وفنانين كله بيقول مبروك. هايل، انا عايز النهارده الافتتاح يكون حاجه تشرف كل الناس تحكي عنه. فين باقي الناس؟ على وصول. ما المدام كمان لسه ما جاتش. اه، ما هي المدام هتيجي دلوقتي هي كمان على وصول، بس المدام المفروض تيجي تلاقي كل الناس مستنيينها. معلش احنا اللي جينا بدري شويه. اه هايل، فين 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 كاريوكا مال؟ كاريوكا عندها مشهد مع استاذ سليمان نجيب، هتخلصه وتيجي على طول. اوه، مشهد في يوم زي ده؟ تحيه مستاذنه من المدام. مش معقولة، أنا مش قادر أصدق. تحية 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 بترهق نفسها زيادة عن اللزوم، وده مش كويس على 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 صحتها. ما تقلقش على تحية، تحية جامدة. أنت هتقولي لي دي فرصة؟ فرصة. الحقوني يا جماعة. مالك إيه؟ يا جولييت، مصيبة، كارثة. خير؟ كفر الله الشر، إيه اللي حصل؟ ماما. مالها المدام؟ رجليها اتحرقت. يا لهوي، أنت بتقولي إيه يا جمالات؟ أه اللي حصل يا طوحة، الراجل بتاع المساج الله يحرقه مطرح ما هو قاعد حط كمية كبيرة قوي يا أختي من السبرتو على رجلها، وقعد يدلك لحد ما رجلها لقلبت. السبرتو بقى حرق رجلها كلها. يا حبيبتي يا مدام، الله يكون في عونها، الله يكون في عوننا كلنا. ده اللي افتتاح الليلة يا طوحة. طب والعمل؟ الحل؟ الدنيا كلها مقلوبة الليلة دي. يبقى مفيش مسرح، طالما المدام تعبانة يبقى مش هتقدر تطلع لخشبة المسرح. هتطلع ازاي بس يا طوحة ورجلها محروقة كده؟ ومفيش حد يقدر يقوم بدور المدام. دي بتغني وبتمثل وبترقص، ده كله كوم وسجاتها كوم، ده مفيش زيها. احنا مش هنقعد نندب زي النسوان، احنا عاوزين حل يا توحة. بقول لك ايه، احنا نأجل الليلات. بديعة ما تأجلش. ايوه يا ماما، لكن حضرتك تعبانة. واحنا يهمنا صحتك برضه يا مدام. الافتتاح في ميعاده الليلة. ازاي بس يا خالتي وانتي محروقة؟ تحية هترقص مكاني. أنا؟ أيوة أنت يا تحية، هترقصي مكاني. وأنت يا أنطوان، بلغ فتحية الشريف إنها تيجي عشان تغني مكاني. فأنا هرقص مكان المدام؟ إيه
بختك يا دوحة. يا بختي ايه؟ هو انا قدها دي؟ ايوه قدها كاريوكا. المدام اختارتك علشان توقفي مكانها على المسرح ووثقت فيكي، يبقى لازم تنجحي. لازم. يا بنتي حرام عليكي، ارحمي نفسك شوية، بقالك أكتر من 4 ساعات بتتمرني. خايفة مرعوبة من المسؤولية اللي حطتني فيها المدام. ما انتي لازم ترتاحي شوية عشان تقدري تكملي، انتي بقيتي تجري في رجليكي من التعب. مش عارفة أقولك إيه، بقيت حاسة إن ركبي دي بتخبط في بعضها من الرعب. يعني يا ربي المدام رجلي هتتحرق وإحنا أعصابنا تتحرق هنا. يا بنت البنات كلهم روحوا يرتاحوا وانا وانتي بس اللي قاعدين هنا زي قرد قطع. بقول لك ايه يا جماليات، لو عايزه تروحي روحي يا اختي، اما انا من كتر الرعب هقعد هنا لحد الافتتاح. انتي كده تبقي بتنتحري. بقول لك هموت من الرعب. قبلتي ليه؟ خلاص طالما قبلتي يبقى خليكي بقى قد المسؤوليه. انا اتدربت على الرقص كويس قوي، لكن المدام عليها صاجات بتخلي الناس عايزه تسمعها حتى من غير مزيكا، وانا لو طلبوا مني كده مش هعرف. اخبار نجمتنا ايه؟ هموت من الرعب يا انطوان. لا انا ما اعرفش عنك كده كاريوكا، انا اللي اعرفه عنك انك ما تعرفيش المستحيل الا المره دي. هموت من الرعب فعلا، خليكوا جنبي. مالك؟ خايفة مرعوبة، حاسة اني ممكن ما انجحش الليلة دي. طيب ايه رأيك اعمل لك كاس؟ هو واحدة فيها ولا في ايه بس يا انطوان؟ توح حبيبتي الصالة بره الكومبلي وفاضل لنا نص ساعة ونرفع الستارة، عايزك تبقي فريش. انطوان بقول لك ايه؟ قلت لك مش هطلع. أنا اللي هطلع. تطلعي زي خالتي وبقيتي رجلك محروقة وبتزكي. هطلع على المسرح وأقدم نمرتي يا انطوان. طب وتعملي في نفسك كده ليه بس يا مدام؟ عشان حضرتك خايفة يا توحة، والفنان لما يخاف ما يعرفش يقدم للجمهور بتاعه حاجة، ما يعرفش يبسطه. عرفتي اللي حصل بخصوص بدوية؟ خير يا أختي، حصل إيه؟ أمها سابت المنزلة ونزلت تعيش معاها في مصر. بجد يا مريم؟ ده الرئيس عامل اللي موصلها بنفسه. يا ما أنت كريم يا رب. اهي برضه فاطمه الغلبانه تاخد بنتها في حضنها وتشبع منها. او النبي دي كانت مقهوره عليها قوي. واي قهره يا اختي، منه لله اللي كان السبب. طب ايه اقولك بقى؟ ان البت دي وحشاني قوي. ومين سمعك؟ دي رخره وحشاني، دي ما بتروحش عن بالي خالص. طب ما احنا ناخد العنوان من الريس عامر وناخد زياره ونطب عليها. من النهارده حضرتك هترتاحي وانا اللي هنزل ارقص مكانك. يعني خلاص؟ ما كنتش خايفه يا توحه؟ لا، من بكره ان شاء الله حضرتك هترتاحي وانا اللي هرقص مكانك لحد ما تخفي وترجعي تنوري مسرحك بألف سلامة. بالإصرار اللي انا شايفاه في عينيكي ده يبقى هتقدري يا توحه.
ميرسي قوي قوي يا بيه، كان نفسي قوي نبقى بالنهار كنت اعرفك على متحي. ده شرف كبير ليا، مره تانية ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. مين ده اللي وصلك يا تحية؟ ده بقى يا ستي سليمان بنجيب، وقف جنبي وحافظ عليا، علمني حاجات كتيرة قوي كويسة، ونفسه يشوفني فنانة كبيرة قد الدنيا كده من غير ما يكون له غرض منك. بيعتبرني زي بنته، وانا كمان بقيت اعتبره زي ابويا اللي مش بعتش من حنيته. قلقانة عليكي قوي يا بنتي. اطمني ياما، بنت الجدع. انا مش هرتاح غير لما اشوفك متجوزه يا تحيه. انت بتقول ايه؟ كاريوكا انا جاي لك دغري، انا بجد عايز اتجوزك. تتجوزني؟ ايوه اتجوزك، انا حبيتك وعايز اتجوزك. قلت ايه؟ غريب، ده انا فاهمك كويس قوي. قلت ملك الملاهي هيرسم عليا حبتين، ولما ما يلاقيش مني رجا بخ. مش انت يا كاريوكا اللي ترسم عليكي، ولا انت اللي تقلك بخ. انا بحبك وعايزك تبقي مراتي. بقولك ايه يا انطوان، انا الليله دي بالذات مش مركزه، عقلي مش فيا، كل تركيزي في الوقوف على المسرح. ربنا يستر. ربنا هيستر، انا واثق انك هتنجحي وكداره كمان. يا رب ربنا يسهل. ان شاء الله هيسهل، بس هيسهل قوي لو ريحتيني دلوقتي واديتيني نت. اخلص الليله دي ويحلها الحلال. حلها يا حلال. Oh.
بقى.